يا صباح الفل والعسل والياسمين. شغلانه بقى ولا ايه؟ كل يوم والتاني الاقي حد فيكم نطيط لي هنا؟ قلب الاب. هنعمل ايه؟ عم زكريا مروجر حنين حنين حنين، ده بقى عامل زي عقرب الثواني. طب وحياه النعمه ولا دم يسيل زي النار دي؟ الراجل ده بيحبك وما يستاهلش كل اللي بتعمليه. وحضرتك ايه بقى؟ بلطجي ولا قتال قتله؟ ليه الرميه دي؟ من واحد رد سجون، هيصاحب ايه غير واحد شكله؟ لاحظ ان حتف الكلام بيوجع، وعلى العموم بكره تعرف انا مين. بكره ده على اساس اشوف حضرتك هنا تاني؟ تاني وتالت ورابع وخامس، لحد ما ربنا يصلح حالك وتعرف ان الله حق وتترمي في حضن ابوك الطيب الغلبان ده. انت ايه يا جدع انت؟ تتعرفني منين؟ انا اقول لك كلمه واحده بس، لو شفتك هنا تاني انا هبلغ عنك البوليس، انت فاهم ولا لا؟ جايب لك فطار على فكره، اشتغلي ريقك. مش عشانك انت ها؟ عشان عند زكريا. بقول لك انا سيبولك على شنطه العربيه. البنت دي معجبه بيا ولا ايه؟ تامر؟ مين الراجل اللي كان واقف معاك ده؟ مش ده اللي جالك هنا قبل كده؟ راجل مين؟ انت هتستعبطي عليا؟ الراجل اللي جاب لك الكافي وكيس الكيك. انا ما اسمحلكش تتكلم معايا بالطريقه دي يا تامر. ما تسمحليش. اولا انا مديرك، ثانيا بينك وبينه ايه عشان يجيب لك كافي وكيس كيك؟ ثالثا مش نعمه دي حرام تسيبيها بره؟ حنين، خد بقولك عمر. عارف عربية أستاذة حنين؟ أيوه. حلو. فوق كابوت العربية هتلاقي كيس كيك بتاعت عمر زكريا. استنى تجيبه وجيلي. تجيبه وت ايه؟ وجيلي بسرعة بتاعت عمر زكريا. صلاة النبي أحسن، عايزة أغرق في إيه يا ولاد؟ اتجننتي من فرحتي؟ أول مرة من فترة كبيرة أشوفك صاحية بدري. ليه يا رب في مرة منهم يقف؟ ما أنتش شايل عليا. لا ما هو هيقف، ما أنا هنزل كل يوم من بدري، اتعودي. همسك المعرض عند أبويا. يا خرابي والنبي يا ريت. أيوة كده، عشان تغيظي مرات أبوكي وتخليها تتفرس وتعرفيها إن البنت أرجع من الواد 100 مرة. ان شاء الله جهنم حتفي يا كدابه يا ضلاليه يا معفنه. امشي اطلعي بره، امشي اطلعي بره. يا لهوي، هو الواحد ما يعرفش يتفك معاكي بكلمتين؟ ودي فكه. خلاص هروح احضر لك الفطار قبل ما تنزلي. ياه، حاجه خفيفه علشان الرجيم. عيني. ازيك يا ابو محمود؟ بتحاسب يا محمود. باقي بطل واخد في وشك ورايح فين يا واد؟ انت مش شايفني ولا سيبك كده سميرة. بص بقى بنت الداس، ضد النهارده انا مش همشي معاكي ولا انت تمشي معايا، وخلينا بشيك كده وساكتين. ليه يا اخويا؟ شايفني لازق فيك؟ ما تقول في داهيتك قلف يا سميرة. انا قضيت من ابوك شبره. ابوك شبره جددي، كل ما اجي اطلب ايدك منه ما بيفتكركيش ولا بيفتكر حاجه خالص، وبيقولوا عنده الزهايمر في دماغه. لازم اقعد احور عليه واقعد اقول له صلي على النبي وعليه الصلاه والسلام عليه الصلاه والسلام عليه الصلاه والسلام عشان يفتكرك. يا سميره ابوك شبره خلانا برشم عشان افهمه وما بفهموش. بتبرشم ها؟ يعني ها بلسام يا ابو بلسام يا صايع. انا هتجوز واحد بلسام. انا هتجوز واحد سميره في عينك. سميره في عينك يا ابو بلسام. بس غير الصايع ده وهتجوزه كده، اتنين عليك وعلى ابويا.
ايه بقى؟ مش هتفهميني ايه حكايه الواد المزد اللي كل شويه يجي لك ده؟ حب قديم ده ولا ايه؟ حب قديم ايه انت كمان؟ انت عارفه ان انا عندي حب قديم. لا يعني هو مش قصدي، بس يعني اصل انا شايفاه كل شويه يجي لك كده وبعدين الاقي وشك قلب. حكايه كده ملعبيك يا طول شرحها، هبقى احكي لك بعدين. ايه ده؟ ايه الجو ده؟ وانا كل ما اسالك على حاجه تقولي لي بعدين؟ لا لا ما بحبش الغلاسه دي. بعدين يعني لو مش عايزاه سيبيه، يعني انا عايزه اتجوز. بقول لك ايه يا ندى والنبي، وانت خارجه اقفلي الباب وراك. ده يعني امشي صح؟ كلك نظر. طيب خلاص، انت اكيد عايزه تغيري تفكري فيها. ما فعلتش. امشي بقى، امشي بقى. خلاص ماشي. وانت هتجيب مكونات الكشافات دي منين ان شاء الله؟ هو احنا بنصنع حاجه؟ ده ادخل مصانع بتجيب وتجمع. هي جت على التربيط يعني؟ يعني الناس اللي بره دي بايدين واحنا بايد واحده، بعينين واحنا بعين واحده. الله يا عم، بس اعمل لنا انت حصر كده بمكونات الكشاف ده وربنا يسهل. وعايزك تشوف لي كام واد من بتوع التكنولوجيا كده تستنضفهم لنا كده، هم مساكين ماشي مرميين على الرصيفه مش عارفين نعمل فيهم ايه. ربنا يصلح حالنا. السلام عليكم يا معلم سيسو. اديك يا معلم ايه؟ والله اهلا يا سجعجع. عايز ايه يا عم؟ خير. انا بيجي من وراي غير الخير يا معلم. انا في الحقيقه كده عايز اعمل معاك سكيتشن، وعشان عايز اوسع نطاق اعمالي كده في السوق، ويبقى لي فريش نورتايز. ايه؟ فريش نورتايز. الواد ده بيقول ايه؟ يقصد فرانشايز، عايز يتوسع في البيزنس بتاعه ويعمل له فروع ويبقى اسمه ماركه مسجله. جعور. جعور. ده جبت الكلام ده منين يا واد؟ لا ما تقلقش علي، اصلا انا كنت خدت قبل كده كورس في الجامعه الامريكانيه. صحيح ما كنتش عم افهم حاجه من الجماعه اللي عبرتهم بالانجليزي، لكن الواد ده ابن العفريت كان يجي يمسك الكمبيوتر كده ويقعد يلعب بيديه ويشرح لي. ايه ده؟ هو انت اللي بتقوله الحاجات دي؟ اصلا انا فنان بكالوريوس هندسه قسم كمبيوتر، وحاليا بعمل ماجستير، وفي نفس الوقت شغال عند المعلم جعور. اللهم صل على النبي. على فكره انا عايز اقول لحضرتك، زميلي ياسين كمان مهندس وفي اخر السنه في ما تكفل خشمك يا ايه ده، واكل تدي لحالك بررم بررم. بس سيبني اقول الكلمتين للراجل، يخرب بيت ابو غدتك. بص يا معلم سيسو، انا جاي اجر منك الباترينا دي بدل ما هي حالها واقف كده. تعمل لها اي حاجه في الشهر. قلت ايه؟ بقول لك يا جعور، قول يا معلم. ما تأجر لي انت الولاد اللي عندك دول، ايه رأيك؟ ايه يا معلم سيسو، هو انا جاي لك هنا عشان تتبجلت علي؟ عايز تركبني على المسرح وتخلي الناس تاكل بقفايا عيش؟ بص يا معلم سيسو، فكر كده ودورها في دماغك وابقى رد علي. يلا بينا يا واد. خد يا جعور تعال. خد يا حبيبي. خد. ايه ده يا معلم؟ وبشتري جلابيه جديده. بيمين كبير ما هي راجعه. يلا يا واد، وانت حسابك قدامي بعدين. يلا امشي.